اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين. والنهارده هنتكلم عن اخبار مهمة جدا جدا بتحصل حوالينا في العالم. وطبعا النهارده موضوع بوتين مش هيعدي على خير، واكيد هيبقى فيه رد فعل. وايضا في حاجات تانية كتيرة جدا هنتكلم عنها في دول عربية، حريق ضخم وشديد زي ما انتوا شايفين ده في دولة عربية، واخبار مهمة جدا حصلت حوالينا. قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. زي ما انتوا شايفين الصورة اللي قدامكم دي صورة حية مش ارشفية، من بنك في تونس، بنك الزيتونة. ايه اللي حصل وايه التفاصيل؟ الخبر هو نازل على سكاي نيوز. اندلع حريق ضخم ببنك الزيتونة. تونس الحقيقة مش ناقصة مشاكل، ولكن في تحس ان الدول العربية اليومين دول كأنهم مستقصدينهم. شب حريق ضخم مساء يوم الأربعاء في بنك الزيتونة بمنطقة الكرم في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وتعمل فرق الإطفاء في العاصمة تونس على إخماد النيران التي لم تعرف أسباب اندلاعها بعد. يعني لغاية دلوقتي محدش عارف الحريق الضخم اللي انتوا شايفينه ده ايه سببه، فدي حاجة برضو غريبة. ولم يسجل على الفور وقوع خسائر بشرية، وده الحاجة الوحيدة اللي كويسة في هذا الموضوع. اما الخبر بقى اللي مبهدل الدنيا، موضوع محاولة اغتيال بوتين. وخبر ده لسه نازل على موقع سكاي نيوز عن تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال بوتين. ولسه في خبر عاجل لسه نازل من 5 دقايق هقوله لحضراتكم، ولكن نشوف الخبر ده الاول لانه تجميع للي حصل النهاردة وفي تفاصيل جديدة. الخبر زي ما حضراتكم شايفين كده، ذكرت وسائل إعلام روسية مزيدا من التفاصيل عن الهجوم الذي تعرض له مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكريملين، فيما اتهمت موسكو كييف بالتورط في محاولة لاغتيال الرئيس. وقالت أنه وفقا لبيانات الرئاسة الروسية مرت 16 دقيقة بين هجمات الطيارتين، يعني الطيارتين ما كانوش جايين مع بعض، الفرق بين الأولى والتانية حوالي 16 دقيقة. دي بقى الحاجات الجديدة بقى. أول هجوم حصل كان الساعة 2:30 أو 2:27 دقيقة صباحا بتوقيت موسكو، وكانت المسيرة دي فوق الكريملين وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ متسببة باندلاع حريق على سطحه. وبعدين تاني طيارة جات الساعة 2:43 دقيقة صباحا وسقط حطامها على أراضي قصر الكريملين. واتهمت روسيا أوكرانيا اليوم بمحاولة اغتيال بوتين في هجوم بطيارتين مسيرتين على الكريملين في موسكو، وهددت بالرد. طبعا اللي حصل النهاردة، قال الرئيس أوكراني فلاديمير زيلنسكي اليوم الأربع أن بلاده ما هجمتش موسكو أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال في مؤتمر صحفي بهلسنكي. وعلى فكرة هو بقى في هلسنكي ازاي؟ في فنلندا. هلسنكي ليه فنلندا؟ بقى هناك لان جت طيارة امريكية خدته ودته على هناك على طول، لان هم عارفين ان اكيد رد فعل روسيا اول حاجة ان هم طالما انت كنت هتختلوا الرئيس احنا كمان هنختل الرئيس بتاعكم، فراحوا مشوا من البلد نهائيا وودوه كمان فنلندا. فقال عمل مؤتمر صحفي وقال فيه: نحن لا نهاجم بوتين او موسكو، نحن نقاتل على اراضينا. بالنسبة بقى للولايات المتحدة، أعلنت أنها بتتعامل بحذر كبير مع تصريحات روسيا، وقال وزير الخارجية الأمريكي أن احنا بنطلع على المعلومات وما نقدرش نأكد اللي حصل ده فعلا أوكرانيا اللي عملته ولا لا. وقال كمان نحن نتعامل بحذر كبير مع كل ما يصدر من الكريملين. ولكن قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، وده على فكرة تصريح خطير جدا النهاردة، أن هم عايزين يتخلصوا من زيلنسكي نفسه على الهجوم اللي حصل ده. قال مفيش امام بلاده خيار سوى التخلص من الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي واعوانه في كييف. هل التخلص ازاي بقى؟ الله اعلم. يعني العبارة نفسها تهديد صريح، عشان كده بقول لحضراتكم امريكا بعتت طيارة خدته ودته فنلندا خوفا على حياته، فده خبر مهم. طب في حاجة حصلت من حوالي 5 دقايق في العاجل، تعالوا مع بعض نشوفها. روسيا ردت خلاص، روسيا ردت خلاص، وانتقام بوتين بدأ يظهر زي ما انتوا شايفين عاجل من فيش دقيقة، لسه الأخبار ما نزلتش. أنا بقول لكم دلوقتي العاجل على طول. 10 انفجارات على الأقل وقعت في مدينة أوديسا الأوكرانية، واندلاع النيران في جزء من مصفاة نفطية جنوب روسيا بعد هجوم بطيارة مسيرة. يعني برضو في أوكرانيا ضربت مصفاة نفطية في روسيا، يعني الضرب بقى شديد ما بين أوكرانيا وروسيا
في الكام ساعة اللي احنا بنتكلم فيهم او كام دقيقة اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي، الساعة بتوقيت مصر الساعة 4 صباحا، ففي هجوم بيحصل دلوقتي من الناحيتين. ربنا يستر على اللي بيحصل. مش بس روسيا في مشاكل، لكن كمان امريكا. امريكا الحقيقة في خبر نزل على صدى البلد مهم جدا. الخبر ده بيتكلم عن مرض نادر يتفشى في امريكا. حد يقول يعني ده مرض ايه؟ محدش سمع عنه حاجة ولا الاخبار اتكلمت عنه وانتوا بتهولوا او بتأفوروا. لا، مش بنأفور، وبالدليل الخبر نازل على موقع صدى البلد، يعني احنا مش جايبين حاجة من عندنا، بتاريخ النهاردة، تاريخ 4/3 مايو، تمام؟ يعني مش حاجة قديمة. ايه موضوع المرض ده بالظبط؟ وهل مثلا واحد اتنين نعيه فاحنا مهولين الموضوع؟ لا، 109 شخص عيوا بالمرض ده. 109، ده رقم مش قليل. أصاب تفشي الفطريات النادرة ما لا يقل عن 109 شخص، وأدى إلى قتل شخص واحد وانتقال العشرات إلى المستشفيات لتلقي العلاج. يعتقد أن الزيادة المفاجئة في الحالات المصابة بالفطريات في ولاية ميتشيغان بالولايات المتحدة مرتبطة بمصنع ورق في حتة اسمها اسكينابا. أتمنى الناس اللي هناك يفيدونا في الموضوع ده، خصوصا أخواتنا العرب اللي هناك. ايه المرض ده عبارة عن ايه؟ بقولك ده مرض غامض ونادر، عبارة عن مرض فطري بيتطور بعد استنشاق جراثيم من الخشب المتعفن او نفايات الورق، بحسب ما نشرت صحيفة تيليستار البريطانية. وبيعتقد الخبراء ان تفشي المرض هو احد اكبر التجمعات الفطرية في تاريخ امريكا، يعني عمرهم ما شافوا العدد ده بسبب مرض فطري في تاريخ امريكا كله. ومع ذلك لا يمكن للاشخاص المصابين نقل الفطريات لاشخاص تانية، يعني ما ينفعش بني ادم ينقل لبني ادم تاني، هما بيستنشقوه اما من الخشب المتعفن او نفايات الورق. علشان كده هما شكوا ان مصنع الورق الموجود في اسكنابة هو سبب في هذا تفشي المرض النادر. ولغاية دلوقتي في واحد مات زي ما احنا قلنا، وفي 13 دلوقتي في المستشفى، ولكن ما قالوش ولا قالوا اي حاجة ان كان الناس دول حالتهم حرجة ولا لا. ولكن من المتوقع ان يتم تأكيد المزيد من حالات الاصابة بالفطر في الاسابيع اللي جاية، لان ظهور اعراضه بيجي بعد شهور. يعني الفطر ده بيفضل موجود في الجسم وتبدأ بقى اعراضه تظهر بعد شهور بعد ما يكون خلاص. وكل المتضررين كانوا اما موظفين، مقاولين، زوار للمصنع ده، وفقا لمسؤولي الصحة. وعلشان خوفا من تفشي المرض، عشان ما تحسبوش الموضوع هين، تم اغلاق المركز التجاري في شهر 4 اللي فات ده في ميتشيغان، لانه لغاية دلوقتي مش عارفين مصدر تفشي المرض فين، فخايفين يكون من المركز في قافلينه، حيث تم الابلاغ عن العديد من الحالات كل اسبوع في ابريل من قبل المصنع، مع اخر تحديث يغطي الأسبوع المنتهي في 28 أبريل. يعني الدنيا متبهدلة في تلك المنطقة. آخر خبر معانا برضو في أمريكا، لأ في مصر يا جماعة، في خبر تاني مهم جدا. للأسف من 8 دقايق حصلت مأساة في مصر، حادث سير مروع، يعني مات فيه العشرات، مات فيه العشرات وإصابات كتيرة جدا، والدنيا مقلوبة في مصر على الحادثة دي. زي ما انتوا شايفين ده المنظر اللي متاخد من الحادثة. عربية عبارة عن أتوبيس دخلت في مقطورة، أتوبيس بتاع ناس دخل في مقطورة. ممكن حد يقول لي مثلا لا قدر الله واحد مات أو اتنين، لا للأسف أكتر من كده. لقي 14 شخص ماتوا مصرعهم، وأصيب 25 في حادث تصادم وقع بين حافلة نقل عام وشاحنة بمحافظة الوادي الجديد جنوب غرب مصر مساء الأربعاء. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وطبية أن 14 شخص لقوا مصرعهم، وأصيب 25 في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة نقل ثقيل بمنطقة اسمها النقب بطريق الخارجة أسيوط في محافظة الوادي الجديد. وذكرت المصادر ان تم نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، واضافت انه ورد اخطار امني الى مدير امن الوادي الجديد بيفيد بوقوع الحادث. الكلام ده حصل الساعة 7، عبارة عن اتوبيس تابع لشركة الوجه القبلي او الصعيد او جنوب مصر، عشان للنقل كان بينقلوا ناس مع شاحنة نقل تقيلة، وكانت الحافلة قادمة من الداخلة ومتجهة للقاهرة، وتم الدفع ب 17 سيارة إسعاف ووحدات دفاع مدني لنقل المتوفين والمصابين من موقع الحادث. الخبر اللي بقى اللي مش موجود هنا واللي تابع للحادثة دي، المحافظ بتاع وادي الجديد، دي محافظة في مصر عشان الناس اللي ما تعرفش، أصدر أمر بمنع سير
العربيات النقل الكبير أو المقطورات بعد الساعة 8 بالليل لغاية الفجر، نظرا لكثرة الحوادث في تلك المنطقة بسبب برضو المقطورات. بكده نكون انتهينا. طبعا الله يرحمهم ويعزي أهالي الناس اللي ماتت، 14 ناس، ال14 دول بينهم ستات ورجالة، ناس شقيانة وتعبانة، يعني الله يرحمهم، حاجة صعبة جدا. وطبعا نتمنى الشفاء العاجل للمصابين. شكرا، أشوفكم بخير في فيديو جديد، واستنوا مزيد من الأخبار في فيديو مهم هينزل الساعة 8:30. شكرا، أشوفكم بخير.